النهارده عملت حاجه كده جميله تحليها كده، تحلي بيها بالليل بعد الغدا كده بشويه، تاكليها بالكاستر وبالجيلي والبسكوت، وزوقتها بالموز. حاجه كده طعمها خيال، جميله جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهده والمتابعه عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نقول بسم الله. صباح الخير عليكم، صباح الخير على احلى متابعين. تعال نعملوا حاجة النهاردة، نعمل حاجة حلوة بقى بالبسكوت، نبعد شوية عن الصابون والحاجات اللي احنا عملناها. هنعمل حاجة حلوة بالبسكوت والقستر بالفراولة وبالجيلي وجبنة هنا بسكوت، علبة بسكوت طبعا مش هاخدها كلها، انا هاخد حد المقدار بتاعي. اي نوع بسكوت هتقدري تعمليه، انا جبت ده هو النوع ده حلو برضو ويعني حجمه معقول. خلاص كده هنسمي الله ونبدأ ونقول لكم هعمل ايه. الاول مبدئيا كده هنقص الكيس كده، نقص الكيس، هنرص البسكوت زي ما معانا يجي بقى الطريقة اللي عايزة اوريها لكم كده. خلي المكسورة دي تنفع لمكان تاني. خليها بالدوران احسن، انا احط في الفراغات دي حاجات، او بالطريقة دي اخلص التغليفة بقى بتاعت الصينية دي وارجع لكم. هنا خلاص رصيت البسكوت بالطريقة دي، بس مش عايزة احركه كتير عشان بيقع. فاللي هيثبته بقى الكاستر اللي انا هعمله، هزيحه بالراحة كده. معايا هنا 3 كوبايات كاستر، عايزة تعملي 2 حسب الحجم اللي انت عايزاه. كل كوباية بيتحط عليها معلقة او اكتر يعني. نسمي الله، بسم الله، 2 3، حط شوية كمان عشان يبقى تخين. خلاص كده نحط سكر، سكر حسب الرغبة بقى، انت بتحبي محلوة او لا. ادي 1 2 3، هنحط شوية برضو يبقى حجم واحد هنا وهنا. خلاص كده هنقلبه بقى كويس قوي قوي. بس بدأ يبقى احمر ازاي، هنروح على البوتاجاز اعمله، وانتوا عارفين بقى اللي بعد بيتعمل ازاي. خلاص كده الفانيليا بقى في الاخر هحطها برضو في الاخر خالص لما يستوي، ريحته حلوه قوي يا جماعه، يعني جميل جدا. في كاستر بالشوكولاته، في بال المانجا، يعني جميع الفواكه تقدري تعملي. انا عملت الطريقه دي قبل كده بس بشوكولاته، بالصوص بتاع الشوكولاته. هروح على البوتاجاز وارجع لكم تاني. بص ما خدش ثواني على النار، خدش ثواني. اللي هحطه هحط ايه، الفانيليا مش كتير يعني قوي عشان ما تمررش. خلاص كده تبرد شويه، مش هقدر افرغها دلوقتي، تبرد شويه هي هتمسك، مش هتمسك ان شاء الله. ولو مسكت منك حطي زوديها وحطيها على النار كده، بس هي تبرد شويه عشان مش عايزه البسكوت يبوش قوي، لسه فيه الجيل. خلاص كده ثواني واحطها واقول لك. تعالوا نسمي الله بقى ونحطها بالراحه كده عشان البسكوت ما يتبهدلش معانا. بسم الله. خلاص كده سويها بقى، سويها كده كويس واسيبها تبرد شويه وادخلها التلاجة تجمد.
بتاع ساعة كده أو أي حاجة، يعني حسب ما تلاقيها بردت عشان تعملي الجيلي. حضرت المية بتاعت الجيلي، حطيت 2 كوباية مية يغلوا سخنة، وهحط عليهم سكر كمان عشان يذوبوا. بس كده احط المية الساقعة، انا المفروض احط 2، هحط 1 كوباية. خلاص اللي هعمله هنزل برضو ايه الجيلي وهو سخن، المية كده سخنة. بسم الله بسم الله. والتاني خلاص كده. تمام. هطلع بقى الصينية من التلاجة وده يهدى شوية برضو ووريها لكم هعملها ازاي. بس كده نسمي الله ونحطها. بسم الله. طبعا الجيلي بياخد وقت في التلاجة. بتترقص دي اظبطها. هقلبها بقى مرة واحدة. بسم الله. لحظة بقى اعدل دول. واقلبها. بسم الله. اللي بيقع هعدله. خلاص كده. وهعدل بقى الجوانب دي. جمالها بقى ان شاء الله لما تتقطع تبقى حلوة جدا جدا. انا البسكوت طبعا انا حطيت الجيلي كان سخن، ما ينفعش سخن، عايز يهدى شوية خالص عشان البسكوت كله واقع. فانا سندته بالبسكوت ده، هو ده بقى يعتبر واقف عيرة، يعني مش مهم بقى يبقى مسنود بيه. تعال نقطع سوا ونشوفها شكلها ايه. بسم الله. انا مش عايزة افتحها عشان البسكوت سندها دلوقتي. بسم الله. هي برضو ايه لسه طريه بس هي بس يا جماعه اهي هي لسه طريه وعايزه هي عايزه تتاكل. الحقيقه جميله جدا، هي عايزه تجمد شويه. مازن مستعجلني عايز يدوقها، بس انا هدوقها قبليه. بسم الله. حلوه جدا جدا. الكاستر جميل جدا فيها، طريقه حلوه قوي، وبالبسكوت طعمها خطير خطير خطير. طبعا الجيلي لسه ما جمدش قوي، لازم يجمد يبقى على يبقى مظبوط في الجمدان. اتمنى تجربوا الطريقه دي، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاركة والمتابعة واللايكات بتاعتكم اللي بترفع القناة. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.